بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف ان شاء الله شي درس جديد في النشاط العلمي. بعد ما شفنا الكهرباء التربة. ياك التربة يعني تلعب علاقة بالطبيعة باش عاوتاني الاشجار بالنباتات. زدت لك النباتات؟ ها بغيت الليمون. الليمون الليمون تو نبات. هو نبات كيف تسمي ياكله؟ ايوا خاصك نعرف واحد الليمون الا بغيت او اي نبات واش كيحتاج. ياك من المسائل اللي تتهم التربه. خاصنا نشوفوا التربه كيفاش تتكون، وشني هي اللي مزيانه للنباتات، فهمتي؟ اذا دراسه التربه مهمه بالنسبه للنباتات. فهنا لاحظ في هذه الصوره اللي هنايا عاطينك الورقه الاولى، هي التربة مكسوبة نباتات على مساحة كبيرة. هذه القضية تنشوفوا احنا كثير الانسان اللي خرج الطبيعة تتبان له هاد المناظر من هذا الشكل هذا الى اخره، سواء كان غارس الانسان او ما غارسش، يعني تكون خارسة الطبيعة تكون يعني انها نبات طبيعي وبشكل بري ذاتي. تنشوفوا هنا مقطع ديال الارض، هذه بحال شديتي الارض وقطعتيها، فهمتي؟ هنا تلاحظوا الفوق ياك، تلاحظوا هنا مكتوب عندنا التربة، وفوق وتحت منا مستوى اسمر، يعني كاين واحد حد الفوقاني اللي تنشوفوا هنا تربة، هي التربة اللي شادة فيها بالضبط، شادة فيها النباتات. كاين واحد عندها واحد واحد الغرق قليل شوية، فهمتي؟ ماشي كثير. تتهبط تحت منا الى حفرتي تحت منا غتلقى مستوى اسمر، يعني تلقى واحد التربه اخرى مخالفه لها التربه اللي تنشوفوا الفوق، فهمتي؟ تنزيدوا الحفره لتحت تلقاو الارض قاسحه. وهاد القضيه فين تلاحظوها؟ احنا تلاحظوها بالنسبه للناس اللي تيبغيو يبنيو مثلا شي منزل، ياك ملي تنحفروا شنو تلقاو؟ في الاول تتكون الارض رطبه، من بعد الارض تبدا قاسحه شويه، تنقدروا نوصلوا لواحد البلاصه اللي فيها الحجر. فالانسان تما تيبدا يبني الساس ديال المنزل ديالو، علاش؟ باش يشد في الصح. اما الا خلاه مثلا في التربه في الاعلى، فيعني مع المده ملي غادي يزيد مثلا يبني فوق ديك الدار، غادي تثقل على التربه وغتهبط وغيتشقق داك الجهه التحتانيه ديال المنزل، وغادي يكون المنزل في خطر، ياك؟ اذا هنا كاينه التربه الفوق، كاين مستوى اسمر يعني واحد الطبقه معينه، وتحت منها كاين الصخره الام، ياك؟ هذا المقطع الصخره يعني الارض تلقاها على شكل حجر، فهمتي؟ يعني هذيك الصخره هي اللي شاده التراب اللي فوق منها، وغنعرفوا بانها هي اصل داك التراب، فهمتي؟ المهم هنا شنو هاد البومبا؟ يعني هذه تستعملوها باش يعرفوا بها الضغط، و تعرفوا بها الكثافه ديال التربه، فهمتي؟ تيحفروا هاد الحفره وتيوركوها وتيديوها لواحد المختبر وتيديو معاهم التراب وتيطيبوه الى اخره، باش يعرفوا ديك التربه واش صالحه مثلا يستعملوها في القناطير، واش صالحه انها مثلا لشي مشروع معين الى اخره، فهمتي؟ باش تكون الطريق صحيحه، وباش تكون ديك او مثلا يستعملوها واش يستعملوها في السدود. الى كاين بعض التربه اللي ما صالحاش لبعض المشاريع، فهمتي؟ تتكون التربه شويه ما شادهاش بعضياتها، يعني تقدر تصلح للزراعه ولكن ما تقدرش تصلح اننا نستعملوها كالمشروع. تلاحظوا هنا عاوتاني في هاد الوثيقه رقم 3، دابا خداو هاد الشكل اللي شتي هنا مصورينو، داروا ليه رسم بياني. كاين نباتات هي تنشوفها، كاينه في الطبقه الصغيره اللي تتشوفها قهويه هناك، هي قهويه. كاين هاد المنطقة، هاد الطبقة القهوية رقيقة الشياش، فوق منها كاين التربة، فهمتي؟ فرش حرجي، يعني التربة هي اللي نابتة فيها هاد النباتات اللي تنشوفونا. كما قلنا كاين هاد الطبقة القهوية اللي هي ليبيسور ديالها صغير، يعني تتجي موراها مستوى أسمر فاتح، ياك؟ تجي من بعد منها الصخره الام، الصخره الام هي اللي تشوفوها هنا تحت الصفره، ياك؟ هذيك البومبه اللي كنتي تكلمتي عليها، مثلا تيحفروا تيقلبوا السمك ديال التربه.
نجيو للمساله الثانيه، نعطيكم واحد التجربه هنا غنلاحظوها غتبين لنا غتقرب لنا الصوره مزيان شنو العلاقه بين هذه الصخره الام. فهمتيني؟ قال لك اضع صخره صلبه تتخللها عده شقوق بحال هذه اللي تنشوفوا هنا، شقوق يعني شقوق في اناء مملوء بالماء، غنديروها في واحد الاناء فيه الماء ياك، اضعها لمده 24 ساعه في مجمد، يعني غنديروها في الفريغو، ثم اخرجها والاحظوا النتيجه. الا مشينا تدرنا مثلا هذه الحجره درناها في الشقوق ودرناها في الماء وخشيناها في الفريغو ودازت 24 ساعه وخرجناها، شنو غنلقاو؟ شنو غيوقع؟ بقاو مطرفه، غنلقاوها تشقات وغنلقاوها تفرتات، فهمتي؟ غتزيد تشقق. إذن أصفوا كيفية تكون التربة انطلاقا من الصخرة الأم باعتماد نتائج ربعها، يعني بصفة عامة أن هذيك الشقوق اللي غادا تزاد وديك يعني أن الصخرة ستتفتت إلى قطاعين أصغر، هذيك القطاع مع المدة إلى خذينا مثلا في الوجود ديالها في الطبيعة مع المدة على مر الآلاف ديال السنين ديك بهالطريقة مع المدة هاد الحجرة تترجع تراب، فهمتي؟ إذا هاد الصخرة تتحول إلى تراب. هاد التجربة اللي شفناها هنا، هادي مثلا حنا درناها غير في 24 ساعة، ياك؟ فما بالك السنين والصخرة تتعرض لنفس هاد التجربة اللي شفنا دابا، غير هي بشكل أقل، فهمتي؟ ولكن في مناطق أخرى ممكن توصل لهاد الدرجة ديال هاد التجمد، لأن 40 تحت الصفر إلى آخره. إذا إلا درنا هاد الصخرة الطرف ديال الصخرة مشقق درناه واحد الكاس ديال الماء ودرناه في الفريغو، شنو غيوقع له؟ غادي يزيد تشقق، غادي يزيد تشقق ويتفتت، وبالتالي غيعطينا مع المدة دوك القطع الصغيرة ديال الصخرة تزيد هي تشقق، ودوك الصغار عاوتاني يزيدوا تشققوا حتى تعطيونا تربة. وإلا قلبتي التربة راه غتلقى فيها أحجار، خليط من الأحجار ومن مواد ديال التربة، ياك؟ إذا هنا نرجعوا للخلاصة، تكون التربة طبقة سطحية من القشرة الأرضية، هي هذه التربة تكون شني التربة طبقة سطحية، طبقة في السطح من القشرة الأرضية وتتكون من طبيعة الحال لأن عندها طبقة طبقة طبقة، ياك؟ وتتكون من مستويات مختلفة وتمثل دعامة تنمو عليها النباتات وتعيش فيها الحيوانات. إذا هذه التربة اللي تنشوفوها على شكل طبقات اش تمثل دعامة بالنسبة للنباتات بالخصوص وبالنسبة للتعيش عليها. تنشأ من تفتت الصخرة الأم بفعل تغيرات درجة الحرارة، يعني تتولي درجة الحرارة باردة شوية ترجع سخونة شوية ترجع باردة شوية ترجع سخونة، إذا داك التغير في درجة الحرارة اش يوقع؟ تيخلي ديك الصخرة الأم أنها تفتت، فهمتيني؟ إذ تتسرب مياه الأمطار إلى شقوقها، يعني تمشي ديك المياه الشقوق ديالها فتتجمد بفعل البرودة وتتسع الشقوق وبالتالي تتفتت الصخرة، فهمتيني؟ إذا اش يوقع؟ تتعرف بأن الماء تزيد الحجم ديالو، ياك؟ الماء تزيد الحجم ديالو ملي تنعرضوه للتجمد. واحد القضية أخرى بأن المادة الوحيدة، عقل على القضية، المادة الوحيدة اللي كاينة في الطبيعة تزيد الحجم ديالها ملي تنطيبوه وملي تيجمد هي الماء. بالنسبة للمواد الأخرى اش عندنا بحال دابا الحديد، إلا خذينا واحد البارة ديال الحديد، ياك؟ وعرضناها لدرجة الحرارة كبيرة فغادي تزيد تمدد، غتوصل لنا بحال هاد الشكل هنا، فهمتي؟ غادي تزيد، وإلا جمدناها اش غيوقع؟ غادي تنقص، فهمتيني؟ وإلا خليناها درجة حرارة عادية غتبقى بحال دابا في هاد الشكل، فهمتيني؟ هذه بالنسبة لخدينا قطعة ديال الحديد. دابا أرى لي لجنة مثلا واحد الكاس ديال الماء، إلا درنا مثلا هذا هو كاس ديال الماء ودخلناه للفريغو، ياش؟ ملي غيتجمد راه غادي يتزاد، هذاك الشيء علاش مثلا إلا خدينا شي قرعة ديال الزاج ودرناه مثلا درنا فيها الماء وسديناه كانت عامرة ودرناها في الفريغو مع الصباح غتلقى القرعة تهرسات، علاش؟ حيت الهواء، لا ماشي الهواء، حنا عمرناها علف وما خليناها كاين لا هواء لا والو، حقاش الماء؟ الماء تيتزاد الحجم ديالو، فهمتيني؟ إذا الماء تيتزاد الحجم ديالو،
ملي غيزاد الحجم ديالو ما غيلقى القرعه ولا القنينه غيلقى حابسه، يعني انها غادي يزيد غادي يتزير وغادي تفرقع. اذا كما كان الحال هو خاصو يتمدد ياك، اذا غادي نفس كل بالنسبه الى خضينا شي صخره والصخره مشقوقه فين دخل وسط الماء ياك، ملي غيدخل وسط الماء غادي هذا الماء ملي غيعمر هذا البلاص هذا البيس هذا وغادي تعرض هذه الصخره لواحد البروده، باش يوقع هذا الماء هنا غيدفع الصخره، كذلك الا كانت عندها شقوق اخرى حتى تفتت هذه الصخره تبدا تربى. خذينا مثلا واحد الكاس، هذا كاس ياك، هذا الكاس مثلا تتعرف بان في الوقيته اللي تيكون الحال بارد تيكون هذا الكاس كيفاش غيكون؟ حال بارد كيكون جامد، غيكون بارد. ملي غيكون بارد كيفاش غيكون هذا الزاج؟ هذا غيكون مجموع، غيكون كله مجموع، بحال نرجعوا للفكره اللي قلنا ديال هذاك الزاج تيتجمع، فهمتي المعنى ديال تيتجمع؟ يعني الى خدينا هذه الخاصيه ديال هذا الحديد اللي سخناه وتمدد ملي جمدناه نقص على الحجم ديالو الطبيعي. بالنسبه للمكون ديال هذا الكاس اللي هو الزاج، الزاج هو ما تيخرجش على هذه الخاصيه، فإذا كان مثلا الحال بارد بشكل طبيعي فكأنك حاط هاد الكاس تكون كأنك حاطه في فريغو، فهمتي كيفاش؟ إذا أنت ملي يكون هو مثلا الحال بارد تجي أنت تخوي فيه الماء، الماء سخون، الماء سخون. إذا الماء سخون أش يوقع؟ هاد البيض التحتانيين تيسخنوا هما الأولين، يعني تبدا يتزاد. إذا أنت خويتي مثلا في هذه المنطقة التحتانية خويتي فيها الماء سخون، إذا هاد البلاصة التحتانية غتزاد بينما هاد الفوقانية باقا مجمدة، يعني الزاج واخد مساحة أقل، يعني بحال بغيت تقول جامع راسو بحال شي فكرهم تيتجمع تيجمع رجليه وكل شيء. إذا هذا باقي جامع راسو وهذا طلق، إذا غادي يتفوتوا. ملي غيتفوتوا اش يوقع؟ غيتهرس، فهمتي كيف؟ إذا شنو خاصو الكاس إلا بغا إلا بغيتيه يبقى خاصك تسخنو كله مرة واحدة، وإما يتجمد كله بشوية بشوية، فهمتي كيفاش؟ يعني خاصك تخوي فيه شوية الماء سخون غير شوية شوية يكون دافي وتبقى تخوي فيه تخوي عاد تخوي فيه الماء سخون، علاش؟ باش هاد سميتو كلهم باش هادو كلهم يطلعوا كلهم يتزادوا قد قد كلهم ياخذوا فورم واحدة، ماشي أنت تخوي فيه الماء سخون هاد التحتانية يتزاد وهذا باقي مجمد فوقاني، اذا اش غيبقى له غيتهرس. هاد الطريقه هاد القضيه هذه اللي شرحت لك دابا هي تبقى ايضا بالنسبه للصخر، مثلا في الفصول الاربعه تتكون هاد الصخره واخده مثلا حجم مثلا اقل، وتيجي الوقت مثلا بارد فهمتي هذاك مثلا الصيف، ملي غيجي الصيف غيتزاد الحجم ديالها، عاوتاني تيجي الحال بارد تينقص الحجم ديالها، عاوتاني تيجي الصيف تيتزاد الحجم ديالها، إذا واحد الوقيته تبدا تفرتت. وما تنتكلموا على صخره، ما غنتكلموش على الحجره الصغيره، تنتكلموا على صخره بالكيلومترات، فهمتي كيفاش؟ بالكيلومترات. إذا اش غيوقع ديك الصخره غادا تفتت بشويه بشويه وغتعطينا تربه، وهذا كله سنة الله في خلقه. قالت لي فقط باش نزيد نكملوا هاد الدرس هذا، قال لك أقدم تفسيرا بخصوص تشقق كأس زجاجي بارد بعد سكب ماء مغلفه. هذا باش شنو غتقدر تفسر لي انا كيفاش هاد الكاس كان بارد وخوينا فيه الماء مغلق يعني سخون طيب وتهرس لينا داك الكاس، شنو التفسير ديالك؟ حيتاش ما كبيناش شويه ديال الماء. لا ولكن خاصك تفسر لي كيفاش. ها هو حنا عرفنا ما كبيناش الماء، دابا خوينا فيه الماء مغلق، درنا هاد التجربه حنا دابا درنا هاد التجربه وتشقق لينا الكاس. حيتاش التحت غادي يسخن. غادي يسخن زيد، وملي غيسخن اش غيوقع له؟ ملي غيسخن اش يوقع له؟ غادي تطلق. غيتزاد الحجم ديالو. غيتزاد الحجم ديالو والفوق يبقى جامد. الفوقاني وبالتالي غيتفاوت داك النص التحتاني ديال الكاس غيتفاوت مع اللي فوق منه. وغادي تشقق بحال لا شديتيه وركتيه عليه، فهمتي؟ تما بحال شديتيه وركتيه عليه بواحد لافورس. وبالتالي غادي تشقق، هذه هي التجربة. وهذه هي اللي قلنا اللي تتوقع بصفة عامة هذا تفسير علمي لهاد المسألة ديال كيفاش تتفتت الصخرة الأم اللي هي الصخرة الأم غوش ماغ. غوش ماغ، شنو هي غوش؟
واش هي الصخرة؟ هو أمير؟ هي الأم. علاش سموها الصخرة الأم؟ الصخرة الأم؟ آه. هاش هي الأخراني فيهم؟ لا، لحقاش كوما كانت هي ما تجيش التربة، هي الأم ديال التربة. كوما كانت هي ما غاتجيش التربة. هي في الأول هي المنبع ديال التربة، فهمتي؟ كيفاش سموها الأم؟ التربة هي الأولى. الصخرة هي اللي جات منها التربة. كوما هي راسها التربة. ها؟ هي راسها التربة. هي أصلا تربة، هي الصخرة تحولت التربة. ورا وريتك شنو هي العوامل اللي خلاتها باش تتحول إلى التربة. التربة شنو هي؟ صول. لوصول، عقل عليها. إذا لوصول هو التربة، ولا لاغوش ميغ هي الصخرة الأم. إن شاء الله نبدا نشوفوا، على غنشوفوا من بعد كيفاش، علاش تنحرتوا التراب، فهمتي؟ باش النباتات تكون، اشنو تيتزادنا ملي تنحرتوا داك التراب، اش يوقع للتربة، ياك؟ حتى ديك النباتات تتنبت مزيان، فهمتي؟ من بعد ان شاء الله نعرفوا.